بعد سنوات من التدهور، صناعة الغزل والنسيج تعود من جديد رائدة وداعمة رئيسة للتنمية في مصر. وسعيا نحو مواجهة أقوى للإرهاب، تعديلات في البنية التشريعية للحد من استخدام الإرهابيين لمواقع التواصل الاجتماعي. حصاد إخباري جديد يأتيكم من أون لايف، أهلا بكم. أهلا بك لبنى، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وإلى أول ملفاتنا لهذه الليلة. أكمل مجلس النواب في آخر جلساته البنية التشريعية اللازمة من أجل بدء عصر الطاقة النووية السلمية في مصر، ومهد الطريق أمام توقيع اتفاقية محطة الضبع النووية مع الجانب الروسي. المجلس أيضا أقر ثلاثة قوانين حزمة واحدة، وهي قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وقانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وقانون أيضا تنظيم المنشآت أو قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للمحطات النووية، وتهدف جميعها إلى تسهيل إجراءات بناء المحطة وعملها وإزالة كافة العراقيل المحتملة التي قد تواجهها. بثلاثة قوانين أقرها مجلس النواب نهائيا في جلسة الاثنين، يكون قد مهد الطريق لدخول مصر إلى عصر الطاقة النووية وإكمال الاستعدادات لإتمام توقيع عقود محطة الضبع للطاقة النووية مع روسيا. القانون الأول هو إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والذي يهدف إلى إعطاء فئة جمركية وضريبية وتسهيل تعاقداتها في بناء المحطات النووية. الثاني هو قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وقد حدد هذا القانون مفهوم الأمان النووي وأوضح ضرورة توفير الظروف التشغيلية السلمية للحيلولة دون وقوع الحوادث والتخفيف من آثارها إن وقعت، ومنح الإشراف الفني والصلاحيات القانونية والتقنية لهيئة الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية. ثالث القوانين يتكون من 19 مادة، وهو إنشاء الجهاز التنفيذي للمحطات النووية للإشراف على المشروعات، وتتولى هذه الهيئة الجديدة مسؤولية التشغيل التجريبي للمحطات النووية وضمان تنفيذها ضمن الجداول الزمنية المتفق عليها. بإقرار القوانين الثلاثة أصبحت مصر جاهزة لوضع حجر الأساس لمشروع الضبع النووي بعد الاتفاقية والمزمة توقيعها بعد حوالي شهرين. آمال كبيرة تعقدها مصر على دخولها إلى عالم الطاقة النووية السلمية، وبدت أولى الخطوات في عام 2015 حينما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيع اتفاقية مع الجانب الروسي لبناء وتشغيل أول محطة نووية في مصر في منطقة الضبع. الكيلوات ساعة من المحطات النووية أرخص من جميع مصادر الطاقة الأخرى، يعني الطاقة الشمسية أغلى منها 5 مرات، الطاقة الرياح أغلى منها 3 مرات، فدي أرخص. الوحيدة اللي قريبة من الطاقة النووية المساقة المائية، وإحنا استغلناها بالكامل. النقطة الثانية إنها أكثر نظافة للبيئة، يعني ما بتلوثش البيئة. ومن المقرر أن تكون المحطة من 4 وحدات، وعهد بشركة روساتوم الروسية لتنفيذ هذا المشروع وتولي مهمة توليد المعدات وتركيبها وتدريب الأيادي المصرية العاملة عليها في روسيا. أولا إحنا عندنا خبرة في التعامل مع الروس من وقت السد العالي، دي نقطة. النقطة الثانية اتقدمت عروض من الصين ومن كوريا الجنوبية ومن روسيا، بس كان الأكثر تفصيلا كان العرض الروسي، فعشان كده اخترناه. ومن المخطط أن تستغرق مراحل تنفيذ مشروع الضبع 7 سنوات، تبدأ أولى خطواتها في ديسمبر القادم. للمزيد معنا في هذا الملف مباشرة الدكتور كريم الأدهم رئيس هيئة الأمان النووي سابقا، أهلا بحضرتك دكتور. يعني البرلمان يوافق على مشروع قانون هيئة المحطات النووية، ما يجعل مصر تدخل مرحلة جديدة، تدخل عصر جديد في إنتاج الطاقة. كلمنا بشيء من التفاصيل في البداية عن مشروع القانون. هو طبعا بالنسبة لمشروع القانون، هيئة المحطات النووية أنشأت بموجب قانون صدر سنة 74، اللي أقر اليوم أو المشروع القانون اللي هو أقر اليوم هو بعض تعديلات على هذا
القانون اللي هو كان صدر 74 حتى يعطي الهيئة مزيد من الصلاحيات ومزيد من القدرات ومزيد من الحرية حتى إنها تستطيع إنها تنطلق في تنفيذ مشروع الضبعة وغيره طبعا من المشاريع المستقبلية إن شاء الله. طيب دكتور كريم، يمكن مشروع القانون نص على استبدال 15 مادة بالقانون القائم بتتضمن تغيير صفة الهيئة من هيئة عامة إلى هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة. كيف يمكن أن يكون ذلك حافزا للهيئة يمكنها من إضافة مزيد من الموارد المالية لحصيلاتها وأيضا للاستفادة من مشاركة الشركات العالمية في هذا المجال؟ هو طبعا بالنسبة لمشروع القانون والتعديل وكون برضو تعديل اللي هو طبيعة الهيئة، فده طبعا بيديلها المجال أو بيفسح المجال أكتر علشان تنويع مصادر التمويل بالنسبة لهذه المحطات، سواء بالنسبة لقروض سواء بالنسبة لمشروعات مع هيئات أخرى سواء دولية أو هيئات إقليمية وبرضو بعض شركات، بحيث أن في النهاية يكون عندها هذه الحرية الاقتصادية بعيدا عن القيود اللي هي ممكن تعوق عملها في تنفيذ المحطة. طيب من خلال إشرافكم على هيئة الأمان النووي سابقا، عايزين نعرف من حضرتك توضح لنا وتوضح للسادة المشاهدين مزايا استخدام المحطات النووية وأيضا سبل تأمينها ومعدلات الأمان الموجودة في محطة الضبع النووي. نعم، هو طبعا المحطات النووية بتدخل في إطار ما احنا بنسميه أو الدولة اللي هي بتنتهجه حاليا اللي هو تنويع مصادر الطاقة. احنا عارفين ان طبعا مصادر الطاقة فيه انتاج الكهرباء بحرق ما نسميه الوقود الأحفوري اللي هو الفحم أو البترول أو الغاز، وفيه طبعا المساقط المائية زي السد العالي وبعض القناطر وخزان أسوان، وطبعا المحطات النووية علاوة على الطاقة الجديدة والمتجددة زي طاقة الرياح وطاقة الشمسية وما إلى ذلك. فطبعا المحطات النووية بتضيف بعد كبير جدا لذلك لأكثر من سبب. نقدر نقول إن كل يعني معروف دايما إن الوقود اللي هو اللي احنا زي ما طالع من الارض زي الغاز او البترول او الفحم بنسميه مصادر ناضبه او يعني وقود. ليه؟ لان مهما كان عندك الاحتياطي فمصيره او مصيره بعد كده ان هو يعني فتره وهينتهي بعد ذلك. اكيد. فتاني حاجه ان أسوأ استخدام لهذه المواد زي البترول والغاز انك انت تستخدمها تحرقها علشان انك انت تولد بها الطاقه، بينما انك انت لو وفرت هذا الوقود سواء غاز او بترول واستخدمته في صناعات البتروكيماويات هيكون المردود الاقتصادي كبير جدا. يعني يكفي ان احنا نقارن لو ان برميل البترول ثمنه 50 دولار لو انا حرقته خلاص حرقته، لكن انا يعني استفدت ب 50 دولار، بينما انا لو انا خدت هذا البرميل البترول وصنعت منه بتروكيماويات ممكن ان هو يكون المردود بتاعه حوالي 500 دولار، فانت ممكن تشوف الفرق الكبير بين هذا. ثالث حاجة ان الوقود الاحفوري زي الفحم والغاز والبترول حرقه بيطلع انبعاثات رهيبة جدا من الغازات اللي هي طبعا ملوثة للبيئة واللي هي بتساهم في زيادة اللي احنا بنسميه ظاهرة الاحتباس الحراري. صحيح. ورفع درجة حرارة المنطقة، وبالتالي طبعا ده بيسبب مشاكل. عندي الطاقة النووية صديقة جدا للبيئة، ما فيش انبعاثات زي الأخرى. عندي الوقود النووي أو احتياطيات الوقود على مستوى العالم ممكن لو أنا استخدمت المفاعلات اللي هي الأطوار الجديدة من المفاعلات الولودة والغيره ممكن إن أنا باحتياطيات العالم ممكن إنها تبقى لآلاف السنين. يبقى إذا في الحالة ديت أنا عندي طاقة مستدامة، عندي طاقة نظيفة، عندي طاقة اقتصادية، وفي نفس الوقت كمان انها صديقة للبيئة. طيب في اي اضرار؟ نيجي من ناحية الامان زي ما حضرتك قلت. اتفضل. نيجي للامان زي ما حضرتك قلت. الامان الحقيقة بتاع المحطة النووية بيبدأ باختيار الموقع، بانك انت الموقع بيبقى ليه مواصفات معينة ومعايير بيتم اختياره على اساسها، وده طبعا بتبقى بتراعي فيها اعلى المعايير اللي هي تضمن ان هذا الموقع مناسب.
بعد ذلك انك انت زي ايه مثلا بالنسبه للمعايير يا فندم بعد اذنك، زي ايه مثلا؟ لانه من ضمن التعديلات ايضا امكانيه بناء فروع لمحطات نوويه في يمكن في محافظات مختلفه. نعم، المعايير انك انت عندك اولا بالنسبه للموقع لازم يكون فيه ثبات زلزالي، ثبات بركاني، المياه الجوفيه تكون على عمق كبير، ان هذا الموقع غير معرض لفيضانات، غير معرض لتسونامي، غير معرض لعواصف شديده، كل هذا بيكون من اختيارات هذا الموقع. اكثر من ذلك انك انت بعد كده بتراعي لو كان الموقع ده ليه خصائص معينه لازم تراعيها في وانت بتصمم المحطه بحيث انها تاخد ظروف الموقع في الحسبان. وبعدين في اثناء تنفيذ هذا المشروع بيتم التحقق دائما من ان كل جزء فيه بيتم تبعا لما هو مقدم لهيئه الرقابه حتى انها اعطت بناء عليه الترخيص بهذا الانشاء. بعد كده عندك لما تتم المحطه بيتم فيه نوع من المراجعه بحيث نتاكد ان كل شيء كان كما يعني خطط من قبل، وبعدين بتبدا ترفع تاخد اذن بتحميل الوقود، وبعدين تحميل الوقود بياخد بعد كده مراحل لانك انت بترفع القدره تدريجيا، وفي كل مره بعد رفع بنسبه 10% 20% ما الى ذلك بيحصل فيه اختبارات، والاختبارات لهذه بتقيم نتائج هذه الاختبارات بحيث ان احنا نتاكد ان ما فيش ابدا خطوره بعد كده على الانسان والبيئه. اكثر من ذلك في اثناء التشغيل بيتم ان المحطه بتخضع لتفتيش مستمر من قبل جهه الرقابه بحيث نتاكد دايما ان التشغيل بيتم وفقا للمعايير العالميه. وبعدين هناك حاليا دروس مستفاده من طبعا مما سبقونا بحيث ان احنا ناخد مظبوط نبدا يعني من حيث ما انتهى منه الاخرون باحدث تكنولوجيا باحدث معاملات امان في المفاعلات، والمفاعل الروسي المقدم بيفي بهذا، بل ان هو يعني نقدر نقول انه بيتمتع بقدر كبير جدا من الامان الذاتي، فده طبعا ميزه كبيره في هذا النوع من المفاعلات. المهم حتى يعني لو اطيل عليك ان فيه معايير ولازم نتاكد ان هذه المعايير بيتم الوفاء بها حتى ان احنا لا نتعرض لاي مشكله في المفاعلات. وكل هذه المعايير دكتور كريم متوفره في مشروع الضبع النووي، عايزين نطمن الناس اكتر. تماما تماما، بالنسبه للموقع، بالنسبه للتصميم، بالنسبه لل يعني الطواقم، بالنسبه لكل التعاقدات كله، هذه المعايير مراعاه في هذا. حضرتك قلت ان بالنسبه لانشاء فروع اخرى طبعا، لانك انت مش هتقتصر بعد ذلك على انك انت يعني عملت محطه في الضبعه وخلاص، ممكن بعد كده انك انت تعمل محطات نوويه في اماكن اخرى بعد دراسه المواقع وبعد التاكد من ان المواقع اللي انت هتختارها انها بتفي بالمعايير المطلوبه. طيب دكتور كريم، يعني ماذا عن طبيعه وقدرات محطات توليد الكهرباء من خلال التكنولوجيا النوويه وايضا المساهمات الاخرى لتلك المحطات؟ طيب بالنسبه للقدرات، ان زي ما قلت لحضرتك يعني احنا عندنا مثلا مشروع زي مشروع الضبعه، احنا يعني المقرر ان هيبقى لحد دلوقتي اربع مفاعلات فيه، كل مفاعل قدرته 1200 ميجا وات، يعني هيضيف للطاقه المولده 4800 ميجا وات، يعني يكفي ان احنا نعرف ان السد العالي بيجيب 1200 ميجا وات زي واحد من المفاعلات هذه. فاذا اضافه لقوه قدره التدريب التوليد اللي هي موجوده في مصر حاليا، وزي ما قلت حضرتك ان احنا ممكن بعد كده يضاف مفاعلات اخرى في موقع الضبعه او ان احنا نعمل محطات اخرى في اماكن ثانيه. ثاني حاجه ان الاستخدامات الاخرى، ان انا ممكن بجانب توليد الكهرباء ان انا اعمل تحليه لمياه البحر. يبقى انا خدت توليد كهرباء وخدت تحليه مياه البحر، وده طبعا احنا عارفين مشكله المياه، وده ممكن تساهم في حل بعض هذه المشكله. صحيح. دكتور كريم الادهم رئيس هيئه الامان النووي سابقا، شكرا جزيلا لك. شهدنا حصدنا ما زال مستمر وفيه بعض الفاصل. بعد سنوات من التدهور، صناعة الغزل والنسيج تعود من جديد رائدة وداعمة رئيسة للتنمية في مصر.